إمبراطوريات مالية تستحوذ على دعاية الانتخابات، نحو 7 مليارات دولار أو تزيد تصرفها الأحزاب المتنفذة قبيل كل انتخابات يقول عنها ساسة بارزون إن غياب التشريعات التي ترصد وتدقق في مصادر التمويل ومنها استغلال أموال الدولة ومؤسساتها ومشاريعها أدى إلى تأسيس مكاتب اقتصادية بأموال فلكية لا تخضع للرقابة تستخدم للتأثير والسيطرة على أصوات الناخبين. تنفي مفوضية الانتخابات غياب الرقابة مؤكدة ليو تي في أن دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية معنية بتدقيق كشوفات سنوية تقدمها الكيانات السياسية كلها، إلا أنها تؤكد في المقابل لا وجود لقانون يحدد سقف الأموال التي تصرف على الحملات الانتخابية. يو تي في وجهت سؤالا حول الأموال التي تصرف على الحملات الدعائية 6 أحزاب كبرى تهربت من الإجابة، فيما دعت فعاليات سياسية إلى تحديد الأموال المصروفة بقانون يلزم الجميع بسقف محدد، مطالبة بتفعيل من أين لك هذا؟ شبهات تحوم حول مليارات الدولارات تصرف كل 4 سنوات للوصول إلى مقاعد البرلمان. يقول خبراء الانتخابات بشأنها إن ضبط الحملة يكون عبر تحديد مبالغ معينة لها لتحقيق العدالة، على أن تقدم الأحزاب والشخصيات بيانات واضحة بشأن طبيعة المصروفات. وفي هذا الإطار يؤكد الخبراء غياب العدالة في مشهد يضم أحزابا متنفذة تمتلك خزائن فلكية أمام أحزاب مدنية انبثقت من احتجاجات تشرين اضطرت إلى جمع التبرعات علنا لخوض الانتخابات.